سورة المدثر، أسباب نزول القرآن للإمام الواحدي، أسباب النزول لبعض الآيات المباركات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر، الآية 1: أخبرنا أبو إسحاق عن جابر قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، فلم أرى أحدا، ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء، يعني جبريل عليه السلام، فقلت: دثروني دثروني. فصبوا علي ماء، فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. قوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر. الآيات من 11 إلى 24. عن ابن عباس أن الوليد ابن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن وكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فقال له: يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطكاه، فإنك أتيت محمدا تتعرض لما قبله. فقال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له وكاره. قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزها وبقصيدها مني، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، والله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى. قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكر فيه. فقال: هذا سحر يؤثر، يأثره عن غيره. فنزلت: ذرني ومن خلقت وحيدا الآيات كلها. وقال مجاهد: إن الوليد بن المغيرة كان يغشى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر حتى حسبت قريش أنه يسلم، فقال له أبو جهل: إن قريشا تزعم أنك إنما تأتي محمدا وابن أبي قحافة تصيب من طعامهما. فقال الوليد لقريش: إنكم ذو أحساب وذو أحلام، وإنكم تزعمون أن محمدا مجنون، وهل رأيتموه يجن قط؟ قالوا: اللهم لا. قال: تزعمون أنه كاهن، وهل رأيتموه يتكهن قط؟ قالوا: اللهم لا. قال: تزعمون أنه شاعر، هل رأيتموه ينطق بشعر قط؟ قالوا: لا. قال: فتزعموا أنه كذاب، فهل جربتم عليه شيئا من الكذب؟ قالوا: لا. قالت قريش للوليد: فما هو؟ فتفكر في نفسه ثم نظر وعبس فقال:
ما هو إلا ساحر، وما يقوله سحر، فذلك قوله إنه فكر وقدر إلى قوله تعالى إن هذا إلا سحر يؤثر. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. والآن مع التلاوة المباركة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.